ازيك يا استاذ احمد؟ مرحبا، اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا، منورنا يا استاذ احمد. نوركم انتوا طبعا. معلش احنا هنتكلم النهارده شويه عشان جايين عشان نتكلم. جايين عشان نتكلم. ايه حكايه القرموطي بقى؟ حكايته حكايه القرموطي. القرموطي ده شغلانه اصلا. يعني بقاله كام سنه معاك القرموطي؟ هي الشخصية دي اللي شهرت في مصر الحقيقة. وعملتها سنة 91، وكانت من خلال حلقات سر الأرض. ايوه. وكانت الشخصية ديت بتدعبني من زمان، بعملها في الأعداد الخاصة كده. لأنه هو مجموعة كاركترات أنا شفتها وكونتها كده جوايا، وكانت بتطلع كده في الجلسات وفي الأعداد. وبعدين لما جت سر الأرض، فالأستاذ أحمد بدر الدين جابني. كنت لسه قايمة، ما حدش عارفني وكده. وهو حب يعمل معايا إفيه في الأول، إن هو يجيب صلاح عبد الله. وهو اكبر مني في السن، واستاذ محمد الشرقاوي والله يرحمه، وانا اعمل ابوهم. ابوه اللي هو الاب لي. فانا يعني قلت هعمل ازاي يعني شخصيه وفلاح واب كبير. فدايما اللي يجي يعمل عجوز لازم يقول خمسه سته، ما بحبش الليله دي. انا ما بحبش حكايه ان انا اعمل حاجات تقليديه وكده. فانا فكرت ان انا اعمل الشخصيه دي يعني وقدمها. يعني لما فرقت الشعر كده والشعر بقى ابيض والشنب الكبير اتحط، حسيت ان هو ده ممكن يتقال الراجل القرموطي اللي انا بقعد اقلده ده. فقلت اجربها، بس انا كنت مستخسرها بصراحه في الاول في سر الارض، على اساس انه ده برنامج ارشادي زراعي ومش هيتشاف وكده. فحتى قلت الكلام ده للاستاذ احمد بدر الدين، قلت له انا خايف الشخصيه ديت يعني نحرقها على الفاضي، يعني بعملها في برنامج ممكن ما يتشافش ومش هعرف اعملها في حاجه تانية. فهو الحقيقه قال لي كلمه لسه حافظها لغايه دلوقتي، قال لي الحاجه الكويسه بشكل عام الناس بتتفرج عليها وبتحبها. وكانت المفاجاه فعلا لما اول حلقه من حلقات سر الارض اتذاعت وكان فيها شخصيه القرموطي، فلقيت الناس كلها بتتكلم. في الاول بقى ما كانواش عارفيني، لان ما كانواش عارفين شكل، لدرجه كانت في ناس بتتصل بيا يقول لي احمد انت مش شغال في سر الارض؟ اقول لهم يقول لي مين الراجل اللي بيعمل القرموطي؟ فقلت لهم ده واحد اسمه عم حسن من بورسعيد وبتاع بيعمل والله. وكانوا يقعدوا يسالوا عليه علشان يرشحوه شغل، يعني علشان عايزين يعرفوا مين ده وكده. بس فحسيت ان الشخصيه لما نجحت مع الناس اتقدمت بقى في سر الارض، كان نفسي اعمل لها عمل مختلف يبان فيها الابعاد الانسانيه للشخصيه دي، لان متحدد انا بمعلومات زراعيه بتتقال وكده. لغايه ما جت الفرصه ان انا اعملها في القرموطي في مهمه سريه. وهو بقى القرموطي ده شخصيه بيفتي في كل حاجه. هو ده كاركتره. هو الراجل اللي هو هو طبعا هو عنده الحس الوطني والشعبي بتاعه الخاص بيه هو. ولكن هو في لسان حال الناس، يعني الشارع. يعني هو بيعرف بيتكلم ومتهيأله انه يعرف كل الناس، ومتهيأله انه هو على علاقه بكلينتون، وبيختلق ناس ملهاش علاقه بيه. يعني دايما يختلق شخصيات زي دونك شوت كده، يصنع شخصيه خيال كده ويقعد يتصارع معاها. فعمل مرق بتاع ايه، مرق بتاع الكلمه ده محدش عارفه يعمل. يعني ما فيش شخصيه في حياته اسمها مرق بتاع الكلمه، ما بتبانش خالص. لكن هو بيعمل شخصيه ويكبر منها قوي علشان لما يجي يتصارع معاها الناس تحس بقيمته. لكن لو بيتحط في محك حقيقي انه يبقى في مساله حياه او موت وهدف نبيل او قوم ممكن يعمله زيه زي اي حد في الشعب المصري، بيتحول انه يبقى جد وكده. لكن هو في الاساس راجل لازم يبقى. بس انت استاذ احمد الشخصيه دي جبتها من، يعني التقطتها من شخصيات مختلفه في الحياه. يعني هي كذا حاجه. يعني في ناس حقيقيه، يعني ناس حقيقيه انا شفتها. يعني منهم واحد اسمه عم عبد المولى اللي هو فيه الشخصيه بتاعه القرموطي ده. اللي هو يعني كان قاعد مره في قاعده كده وبيتفرج على التلفزيون عادي، يعني كان ايامها كان انور السادات هو رئيس الجمهوريه. فهو يعني بيحب يتفلسف على طول وبيحب يبان ان هو فاهم كل حاجه. فجت النشره بالفرنساوي وهو قاعد عادي بيتفرج على التلفزيون، الناس قاعده بتتكلم. فهو قاعد يتفرج على النشره، فهو في النشره بيقول زي غاسيني اللي بيغاسيني اللي بيغاسيني تبي انور السادات كده. فراح هو بقى حب قال لك شوف بقى النفاق، قال كله بالفرنساوي وجم عند اسم الرئيس قالوه بالعربي، مش ده نفاق. فهو حاسس ان يعني الحكايه بيعرف. فما كانش يتساب الراجل، اخدته بقى عملت منه. ايوه.